السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج باور بروجكت، برنامج لإدارة المشاريع. طيب خلينا نبدأ ملف جديد. ممكن نبدأ نيو فروم اكسيستنج او كونستراكشن تمبليت مثلا، او اي حاجة من اللي انت عايزها. تمام، ممكن نيجي هنا ونبدأ بقى نديله اسم، وليكن مثلا عمر. تمام، التايتل ده اللوكيشن، هيبقى الملف موجود هنا في البروجكت. 4 باي التاريخ، البداية، اللوجن، وهكذا. بتقول له كرييت، فبيبدأ يعمل لك الملف بالشكل دوت. هنا ممكن نبدأ بقى مثلا ايه فاونديشن، ونحدد تاريخ البداية والديوريشن، هيبقى قد ايه مثلا. دي ممكن تحدد مثلا تبقى 2 3 أسابيع، تقدر تتحكم فيها من هنا، وتقدر تربط علاقات مع بعض وهكذا. وهنا ده البار، وهتلاقي هنا الديتيلز، الكوست، الورك افكت، الكود، كل حاجة دي تقدر تعدل فيها براحتك. وهنا هتلاقي البار شارت فيو، هتلاقي عندي هنا البروجرام، هتلاقي البراماتيك ريسورس، الكوست، فتقدر تعدل في البرنامج وتحط كل المعلومات اللي انت عايزها. تقدر تعلم هنا مثلا وتقول له كله مثلا، وتحدد التاريخ وهكذا. تقدر تحرك ده مثلا لو انت حابب وهكذا. تقدر تعمل من فيو هنا، تقدر تعمل فلاتر، تقدر تعمل لايبرري اكسبلورر. ده ما نشوف مع بعض، ده بس ايه مجرد تعريف بواجهة البرنامج.